للفاصل اللي شفنا فيها نموذج الأستاذة أماني اللي أبلغت عن وقعة تحرش جنسي ولفظي بها بالبدني باليد، وأبلغت وقلنا إنه ده نموذج يعني الناس ما تخافش من الإبلاغ. في قضايا الاغتصاب كمان الأطفال أو الاعتداءات الجنسية والتحرش، الأطفال الاهتمام بيهم بيزيد قوي. الواقع اللي هتشوفوها يعني الدادة نفسها محبوسة دلوقتي في حضانة أطفال وتعتدي على الطفلة الاعتداء الجنسي باليد. يعني نوصل إلى مسألة تبقى مخيفة، مش معناها إن احنا بنصيب العائلات بالهلع قد ما بنقول إزاي ممكن نحمي الأطفال. الأطفال لا يستطيعون حماية أنفسهم، إزاي نتكلم معاهم؟ ده احيانا في بعض الاطفال زي الواقعه اللي تناولناها في الكويت، يعني السته الباكستانيين اللي كانوا بيتنبوا على اغتصاب طفل لمده سنه لانه خايف يقول لاهله ولاسرته. القضيه دي تحديدا بيهتم العالم بها كله الى حد توثيق الشهادات ضد المغتصبين والمتحرشين زي ما بتشوفوا. يعني في شهادات بيتم توثيقها حتى لو هذه الواقعه تمت من سنوات. تعالوا نشوف هذه الواقعة المخيفة والأهم فيها إزاي نحمي أطفالنا ونتكلم معهم إزاي علشان نكتشف حوادث من هذا النوع. تقرير الطب الشرعي هو الدليل الفاصل في هذه القضية. قامت بالاعتداء على الطفلة وهتك عرضها عن طريق إدخال إصبعها في مهبل الطفل الصغير. بنتي مقيدة في حضانة النور الإسلامية في القاهرة الجديدة. فوجئت بيها يوم 8/3، والدتها بتتصل بيا بتقولي إن البنت اتعرضت لاعتداء على إيد الدادة بتاعتها. قامت باصطحابها إلى الحمام بناء على طلب الطفلة طبعا، ولكن لا نعلم ما الذي حدث واستدعى الدادة ان هي تغلق باب الحمام وقامت بالاعتداء على الطفلة وهتك عرضها. اعترفت بان هي ارتكبت الواقعة قدام رئيس المباحث. بعد كل دوت يا فندم اكتشفنا ان المتهمة امبارح خدت اخلاء سبيل. لما يكون في تقرير فني في قلب الاوراق بيثبت ان البنت اصيبت في احدى شفتي غشاء البقارة، يبقى النهاردة حصل فيه اعتداء ولا ما حصلش فيه اعتداء؟ وفجأة بالمتهمة بتاخد إخلاء سبيل ب10,000 جنيه. يعني لو كل واحد يعرف إن بنته هيتهتك عرضها مقابل 10,000 جنيه. النيابة استأنفت لما بذرة المجتمع تنتهك بالشكل الصريح والواضح ده. هتطلع شكلها إيه؟ المجتمع نفسه كصورة هيطلع شكله إيه؟ المتهمة واحدة ست، أكم من الناس اللي هيبتدي يفكر يقول طب واحدة ست عملت جريمة زي كده ليه؟ لا، تسألوها هي مش تسألوا المجني عليها. أنا بنتي طبعا كان مرضتش إن هي تطلع في البرنامج، لأن أنا مش حابب إن أنا استدعي فيها الأثر النفسي بتاع إن هي تحكي الواقعة مرة تانية. يكفيها أوي إن هي مثلت الواقعة مرتين في وسط رجالة. إزاي أجيب مديرة الحضانة أو المدرسات اللي عاملين فيها وأقول لهم شفتوا؟ لا ما شفناش. ما هو طبيعي إن ما يشوفوش. هل متهمة هترتكب هذا الجرم هتستدعي كل العاملين معها في الحضانة وتقول لهم لو سمحتوا تعالوا اتفضلوا اتفرجوا أنا هعمل إيه؟ أنا حضرتك اللي بطلبه كأب ان احنا بقالنا 30 يوم في المحكمه، اتحقق معانا اكتر من مره في حين ان المتهمه اتحقق معاها مره واحده. فانا عايز اعرف انا جاني ولا مجني عليا. بشكر الزميلة آية نظمي على هذا التقرير المميز. ليه؟ لأنه بيكشف وقعة مخيفة. أنا زي ما الأب بيقول فعلا أنت هتندهش أو المحامين هتندهش أن المعتدي واحدة ست. ما تسألوش الطفلة، يعني اسألوا المتهمة، لأن طبعا هنا بتزيد القضية ألغازا وتعقيدات إن المتهمة فيها ست.
وده ده في حضانة، يعني هي الأولى برعاية الأطفال، ده هي معمولة علشان أو جاية وظيفتها الأساسية هي إنها تحافظ على الأطفال وتخاف عليهم وتشرف عليهم. أستاذ عبد العزيز حسن المحامي، أستاذ عبد العزيز أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ. قول لي عشان الواقع اللي غربتها الشديدة كده أسألك بعض الحاجات البسيطة بسرعة. واحد، الناس حتى هتقول طبعا ايه الأدلة الواضحة اللي استندتوا إليها يعني؟ أولا يا فندم، بالنسبة للدليل الواضح الأول والأخير بالنسبة للواقعة، إن الطفلة تعرفت على المتهمة أثناء العرض القانوني، بالإضافة إلى أن التقرير الفني للطب الشرعي أثبت حدوث الواقعة وأثبت كيفيتها زي ما وصفت الطفلة بالضبط. يعني أثبت فعلا اعتداء جنسي عليها باليد كما وصفت الطفلة، يعني أنا مش عايز طبعا إيه نصف أوصاف إحنا على الهواء يعني. بالضبط يا فندم، هي التقرير الطبي وصف الموضوع توصيف كامل زي ما وصفت الطفلة بالضبط. طيب اتنين، مش مثير للدهشة ان يبقى المعتدي هنا واحدة ست وهي المشرفة او الدادة اللي في الحضانة؟ بالفعل يا فندم الموضوع ده مثير جدا جدا للدهشة، ولكن لما سألت الطفلة او سأل ولي امر الطفلة اثناء تحيات النيابة هي ايه الدافع اللي هيخليها تعمل كده، ويمكن ده بعض الكلام اللي اتقال في التقرير، حضرتك السؤال ده المفروض يتسأل للمتهمة مش يتسأل للمجني عليه، لان كل واحد بيكون عنده الدوافع الشهوانية الخاصة طبعا اللي تخليه يقدر ان هو يرتكب حاجة زي كده. كل متحرش وكل مغتصب طبعا. وكل معتدي طبعا. عنده سلوكه المرضي الخاص به طبعا. وده غير كمان حضرتك الله اعلم الدوافع دي دوافع منذ الصغر ولا دوافع عن كبر، وهنا الكلام اللي احنا نقدر نقوله ان لازم يتم ردع الموضوع، لان انا كل يوم بيتولد بالنسبة لي مجرم بسبب الحوادث اللي بتحصل بالشكل ده. يعني لو ما تمش ردع كل متهم بيرتكب جريمة زي دي بعمر ما حد هيتم رجوعه او هيفكر مرة من ضمن المرات اللي هو يفكر الف مرة ان هو يرتكب جريمة زي دي. من المفروض ان هو يكون في عدالة ناجزة، الموضوع ما يستاهلش كل الكلام ده. وبالفعل كان عندنا وقعة شبيهة بالموضوع ده تبع المدرسة المصرية الجديدة للغات اللي اعتدى فيها مدير المدرسة على 4 أطفال. في الحالة دي تم إحالة الأمر لمحكمة الجنايات في خلال 3 أيام، الواقع حصلت 31 أكتوبر. طبعاً طبعاً. إحالتها لمحكمة الجنايات يوم 2/11. أنا معاك إن القصاص العادل في قضايا من هذا النوع ويجب القصاص يكون سريعاً يعني كمان. بالظبط يا فندم، أنا دلوقتي لما الواقع تحصل يوم 8/3 وأنا النهاردة بتاريخ 11/4 يبقى المفروض ان كده في تراخي كبير جدا 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 في عملية احالة الدعوة للمحكمة. ليه كل ده؟ الطفلة اتحقق معاها مرة واثنين وثلاثة، وصفت الواقعة مرة واثنين وثلاثة، مثلت الواقعة مرة واثنين وثلاثة، وده كلام كان هيأثر على نفسية الطفلة لولا تدخلنا عشان خاطر نمنع وجود الطفلة مرة تانية في سرايا النيابة، لان الكلام ده هيأثر سلبا على نفسيتها. الطفلة يحصل ليها تشك، مش هتقدر تتعامل مع المجتمع مرة تانية. يبقى أنا النهاردة ضرتها بأنها مجني عليها، وفي نفس التوقيت بضر نفسيتها في المستقبل إن أنا خليها تمثل الواقع مرة واثنين وثلاثة. أنا مع حضرتك إن كل الكلام ده في مصلحة الطفلة لإثبات جدية الاتهام، ولكن بعد بس بيؤثر على نفسيتها طبعا. طبعا بعد توصيف الواقع مرة واثنين وثلاثة وسماع شهادة الشهود وإثبات الموضوع كل الكلام ده ولسه ما تمش حالة الدعوة لمحكمة الجنايات، ده تراخي كبير جدا جدا جدا، عدالة ناجزة بالمرة. ده كده لازم يقتص من المتهمة دي اقتصاص شديد جدا عشان تكون عبرة لمن يعتبر. ده بالإضافة طبعا لموضوع التوعية اللي المفروض يتم في كل مكان بيتعامل مع ايه التوعية بقى؟ ايه التوعية يا فندم؟ انا هقول لحضرتك على حاجة. النهاردة الاحداث اللي بتحصل دي كل مرة وكل يوم بتحصل، مرة في مدرسة، مرة في حضانة، مرة في أي منشأة تعليمية. الكلام ده لو حصل في مول، حصل في الشارع، هنقول إن لا، أنا معاك طبعا. أما يعني يحصل في يحصل في منشأة تعليمية
دي تبقى كارثه. ده انا موديها علشان اصنع مستقبلا للطفله يعني. انا دلوقتي هامن على اولادي فين؟ لما المكان اللي الطبيعي يكون موجود فيه الطفل هو المكان التعليمي اللي بيكون بديل. طيب قول لي يا استاذ عبد العزيز سؤال اخير. هنا كمان مهم ان الاسره تتكلم مع الطفل. الطفله دي ازاي اتكلمت مع اسرتها؟ قالت لهم على الواقع ازاي؟ حضرتك لما حصل الاعتداء من المتهمه على الطفله حصل ان في بعض اثار الدماء كانت موجوده في ملابس الطفله. الطفله بعد لما روحت طبعا بتتالم جدا بسبب الاعتداء اللي حصل عليها. طبعا خايفه جدا من التهديد اللي حصل من المتهمه انها تجيب سيره للموضوع، ولكن الام طبعا بتفتش في بنتها، الام بتشوف بنتها فيها ايه، ايه اللي بيوجعها، ايه اللي بيضايقها، فبدات ان هي اثناء وجودها اعزكم الله في الحمام بدات ان هي تلاحظ على هدومها ان في اثار دماء. طبعا اخذتها وطلعت على المستشفى بسبب الالم اللي كان موجود فيها، طلعت على المستشفى تبين وجود الاعتداء عليها واخذت تقرير طبي من الطبيب اللي موجود في المستشفى. بالفعل بعدها اتجهت على قسم الشرطه لتحرير محضر، بعدها اتحالت للنيابه، النيابه احالت الطفله الى طيب. الطبيب الشرعي اللي اثبت الوضع. مهم جدا ان نشوف ازاي ننقذ اطفالنا، لان انت طبعا مش هتتخيل. يقول لك ده انا بوديها المدرسه الحضانه، بوديها الجامعه، بوديها للطبيب. يعني هنا دي اماكن انت بتفترض فيها انك لا يمكن ابدا انك تشك في ان بنتك يمكن ان تتعرض لاي شيء، يعني للمستشفى. انما انه ده يحصل داخل مكان لصناعة المستقبل عند الأطفال، يعني ده مقدمات المدارس بيودوها رياض الأطفال أو الحضانة يحصل لها ده، ومن واحدة ست. ده معناها إنه إحنا لازم نحرص على أولادنا قوي وعلى أطفالنا، أو نتكلم معاهم ونشوف إزاي يمكن أن نحميهم. وما تحطش في ذهنك بقى، يعني صحيح هي وقائع استثنائية، أنا ما بقولش إنه ده يعني ينتشر، لكن على الأقل هنا لازم ننتبه إزاي نختار اللي بيشتغلوا في هذه الأماكن بشكل دقيق جدا، مفيش فيه هزار ومفيش فيه مجاملات ومفيش فيه ثقوب أو احتمالات لأي تقصير.